كمان في الجول قال ان كشف مصدر مسؤول جوه النادي الاهلي عن عدم وجود اي عروض مقدمه لوليد ازارو المهاجم المغربي صفوف الفريق في الوقت الراهن، وعدم وجود اي نيه لرحيله. قال كمان المصدر لموقع في الجول: الجهاز الفني متمسك ببقاء وليد ازارو ومفيش اي عروض للاعب في الوقت الراهن. وقال كمان لا يوجد اي مخطط لبيع ازارو من جهه اخرى. كمان كشف المصدر حقيقه المفاوضات مع كامالو سان فيتسو المهاجم البرازيلي لفريق كرياتارو المكسيكي، وقال كمان ان سان فيتسو خارج الحسابات تماما ومش هنضمه. وده طبعا كان اول اخبار دي كانت موجوده بحسب تقارير مكسيكيه زعمت في وقت سابق ان في مفاوضات او في وجود لمفاوضات ما بين النادي الاهلي واللاعب اللي عنده 30 سنه، وبيملك النادي الاهلي طبعا في الوقت الحالي 4 مهاجمين: وليد ازارو المهاجم المغربي بالاضافه لمروان محسن وصلاح محسن وكمان الناشئ احمد ياسر ريان. شارك كمان وليد ازارو مع النادي الاهلي في 10 مباريات في الموسم الحالي، سجل فيهم هدف واحد وصنع هدفين.